تونس. التطرف هو إرهاب فكري وهوية لأفكار معينة واعتناقها، ومن مظاهره فرض الرأي على الآخرين وتشويه الحقائق والتضليل وتبني الأفكار المسبقة وحرية التعبير. ولا حل لهذا التطرف إلا بالتحرر من الأفكار العنصرية وتكريس ثقافة الحوار والاختلاف والانفتاح على الآخر مع ضرورة اليقظة، إذ أنه بعض الوسائل التي تساهم في الانفتاح قد تتسبب في التطرف مثل وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤثر بصفة خاصة على فئة الشباب وتخترق عقولهم، مما يجعله صيدا سهلا للتطرف الفكري، والذي يتمثل في الخروج عن القواعد الفكرية أو الثقافية التي يرتضيها المجتمع لأي موقف من المواقف الحياتية. ونمو هذه الظاهرة لدى الأفراد يعود بصورة أساسية إلى ثقافة الأنا والإقصاء الآخر. وفي السنوات الأخيرة أمكن النظر إلى التزاوج بين العنف والتطرف الفكري، وخطورة هذا التزاوج تتمثل في دفع الدول إلى الحروب الأهلية مثل ما شهدته إيرلندا وعاشته أوروبا ما قبل معاهدة وستفاليا.